الدراري ديال نادي الرياض الوداد الرياضي الودادي كانوا في الموعد اليوم، يعني لعبوا بروح قتالية. كان هناك مشاكل مادية وقدروا يتفاداوها ولعبوا بالأجل القميص الودادي وكانوا في الموعد. وتعرف الرجاء الديربي له طابع خاص، فريق توا من الخصم كان في الربع الأول والثاني كانت في اللقاء معنا يعني شد زمام الأمور، ولكن في الربع الثالث والرابع كنا قلنا الكلمة ديالنا، كان هدية انتصار للجمهور الودادي والدراري اللي كانوا تقريبا كلهم لا البنش ولا الخمسة اللي في الملعب كانوا بروح قتالية وكانوا في الموعد. هذا انتصار عادي أخويا صراحة، فسنقول لك فرع كرة السلة في الفريق، سنقول لك من 2012 وقيلة كانت آخر هزيمة ضد خصم الرجاء الرياضي البيضاوي. انتصار هذا أخويا هو واحد السكر متينا للدراري كاملين على المعاناة اللي كندوزو منها، كندوزو من بزاف الحوايج أخويا، كنعانيو من مستحقات عالقة. الحمد لله جاد انتصار هادو باش الدراري تجازاو بواحد الحاجه زوينه، كنشكرهم كاملين صراحه. سوفريو وعانينا، عانينا في الظرف ديال الاسبوعين، عانينا بزاف. الحمد لله جاد انتصار، جا في الوقت وعلى خصم على الخصم الرجاء البيضاوي. هاد الانتصار غيعطينا واحد الدعم واحد الحافز ان شاء الله باش نجاريو المقابلات المستقبليه اللي عندنا ونمشيو للبلاي اوف ان شاء الله.